ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. محمد بن عمار. محمد بن عمار في الكوبي زيرو كان موجود ومعناه كان معناه كرونيكر موجود جو به، لكن في بعد تالي صارت مشكلة ما بينه هو والبرودكسيون اللي قررت أنه باش تستغنى عليه. شو نوع المشكلة؟ والله ما نحبش نحكي في تفاصيل هذه كويزين انترن وانا نحب مهم باش لطف لطف. ليه ليه ما فما حاجة صارت ما بينه هو والبرود سيتو هكا وهو مشى في بيلو انا استغنيت عليه، بل بالعكس معناها كانت معناها في وضع في فترة معينة البرود باش تستغنى عليه، انا قلت لهم رجعوه. معناها علاش باش يستغنوا عليه؟ لانه صارت فازة وكهو، معناها صارت حاجة، معناها صارت حاجة الكرسي. ليه ريتها حكاية الكرسي وراس خويا والعشرة اللي بيناتنا لا صار حد شيء. اليوم اللي يخرج من البرنامج يقول فما كرسي لأنه وليت كالكعكة السهلة. قال هو ضربك بالكرسي فعلا؟ شوف باش نقول لك، أنا حكيت فيه الموضوع وهبطنا فيديو وقلنا أراه ما فماش حكاية الكرسي، وأنا كي يعرفوني الناس اللي أنا صادق، كان صارت فازت الكرسي وراس ميمتي أنا لنقعد فيها لحظة، ما صار حتى شيء. ما تضربتش بكرسي من عنده هو كذا؟ هاو يقولوا يكذب. وين تضربت؟ يقولوا يا اخي انا قالوا شويه لليوم يقولوا به به. اشكال مادي؟ ليه ماهوش اشكال مادي. لا خالص في فلوسه. خالص هذه مشاكل متاع برود. والله هذه انا راني معناها قال انت وصيت لهنا وشوف راو انت وجه البرنامج. أحب من أحب وكره من كره. صحيح. أنت وجه البرنامج. صحيح. لما تكون أنت وجه البرنامج وعندك أشخاص أنت مطالب باش تدافع عليهم قدام برود، قدام إدارة قناة، قدام كل شيء، أنت باش تدافع عليهم. إذا كان أنا حاجتي بيك أنا ندافع عليك، أستميت في الدفاع عنك. لأنك جزء من نجاحي في نهاية الأمر. أنا دفعت ولخر لحظة، لكن إدارة معناها البرنامج قررت انه باش تستغنى. محمد بن عمار عنده فضل على البرنامج ولا ليه؟ اي عم ناول كان اطار فاعل في وسط البرنامج، سامحني كان اكثر اطار فاعل في وسط البرنامج. باه نمشي معاك، كان اكثر اطار فاعل في البرنامج، لكن كل حد كان عنده الدور يقوم به. هو يقوم بدور مش ليه انت تهز فيا وانا فاهمك انه تحب توصل انه كل كرونيكر عنده دور. شوف ليه احنا ماناش يا ولدي، انا عاود هيك احنا اللي خلى البرنامج نجح هي سبونتانيتي نتاع كل واحد. هو هكاكه في الدنيا، وانا كنت راني ضد الحاجات اللي خرج فيهم وضد حاجات معناه ما نتفهمش. لو انت ضد اراء هي اراء تعتبر متطرفه في خط معين كنت تنجم تنحيهم في المونتاج، لكن مانيش انا مسؤول على المونتاج، لكن هي تخرج وتتقص وتتحطم فالور وتتكتب بالبنت العريض. مانيش هنا مسؤول عن لو يقول لك برنامجك هو نسخة مشوهة من برنامج الميسيون الأمين جارة في موسمه الأول، هل تكون سعيد؟ والله هو ساعة ما هوش معناها نسخة مطابقة للأصل. هو يعمل برنامج. محمد بن عمار هو كأنك لوشت على مريم الدباغ. بلي تو معناها علاش ما نستدعوش نحن مريم الدباغ ونرتاح؟ علاش ما نكلم مريم؟ بلاش مريم الدباغ ما تحبش تجي معك عليه، ما احنا ما اتصلناش بها وهي ما قالت لناش ليه، معناه احنا ما كلمناهاش وما تمش استدعائها باش تجي للبرنامج. لو نقول لك انه هو نسخه من ليميسيون اللي انت تقول، اما هو ماهوش نسخه. فيش نسخه في هذوما في التصريحات الغريبة العجيبة اللي ما عندها حتى علاقة بالمجتمع، اللي هي تمثل 0.01% بالمجتمع التونسي، واللي تتحط اليوم اون فالور وليت بفضل الفيديوهات بفضل. سامحني يا هادي، انت اليوم التصريحات اللي تحكي عليها موجودة في جميع البرامج، راه موجودة في جميع البرامج. انت تجيب انفيتي تقول انا سيغتي 70,000 دولار ولا انا راني نصرف على كليب اعمله لي سياسي. اما ما نقولش انا كما قال هو معناتها نقبل انه مرتي بشبش بها واحد، ما شفناش سابقه هكا معناتها. هو رايو ما شفناش مسؤوليته، ما شفناش سابقه هكا معناتها. هو رايو وهذيك مسؤوليته، يتحمل جميع مسؤوليه المونتاج ومسؤوليه الارتقاء بحصتك. مرتقيه الحصه وناجح بمحمد بن عمار مرتقيه؟ لا بالنسبه الكل موجوده بمحمد بن عمار مرتقيه.
بالناس الكل اللي موجوده ما فيهاش كان محمد الراجل اللي بشبش بمرته انت توا سامحني احنا معديين يجي ربع ساعه نحكيوا على محمد بن عمار شبيك ما حكيتش عن الناس اللي عاونناهم شبيك ما حكيتش عن الناس اللي اتصلتنا ما بين رئيس البلديه لحظه ما بين رئيس البلديه وما بين المواطن اللي عاونناه وكان الفنان هو إطار فاعل باش عاونيها إيش بيك ما حكيتش على دي روبريك موجودين يفيدوا الناس فيصل علاش تسليط الضوء على محمد بن عمار لأنك أنت سلطت عليه الضوء لأنك أنت جبته لأنك أنت حطيته أون فالور لأنك أنت قصيت الفيديوهات وهبطتهم على الانترنت لأنهم هما داروا أكثر على الانترنت لأنهم يشدوا الناس لأنك أنت تعرف أنه هذاك هو اللي يشد الناس لأنك أنت تعرف من داخل أنه هذاك هو اللي يعمل بوليميك لأنك تعرف من داخل أنه هذاك اللي يخلي الحصة تدور نجم نسألك سؤال أما مش لك أنت لعامة الشعب اليوم أنت تدخل للريستو نجيب لك أنا المينو أنت في المينو باش نعطيك عجة نعطيك مقرونة نعطيك كذا 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 أنت تجي تختار كان الحاجة مثلا عجة توانا الليميسيون فيها كل شيء صدقني فيها كل شيء نعرف علاش الناس تمشي كان للحاجه هذيك على خاطر ونهب على خاطر تعرف من داخل لا ما نعرف تمشي للحاجه لا هذيك لا ما انك انت تعرف من داخل من قرارة قلبك من داخل تعرف اللي الناس باش تمشي للحاجه وانت تسربيها وتغطي بهذيك معناتها باش يقولوا لك هذيك مش بكم غزرتوش لهذيك ليزيكستري اللي نهبطوهم فما كتاب جديد لأنك لو كنت لحظة انت تتحقق كتاب جديد لفلان الفلاني ونهبطوا في نفس ليكستري محمد بن عمار يصرح هذاك يعمل 5 جيم والاخر يتفرجوا فيه الناس كل هم مسؤوليتي انا هذه مسؤوليتك انك حط الكتاب وبسط الكتاب ونحي محمد بن عمار الكتاب. اي ونحي محمد بن عمار يمكن وقتها على هذاك اخذت القرار بشي حق محمد بن عمار عمل تصريح اها ما في بليش اسمع محمد هو ماهوش استغناء خاطر اذا كان استغناء راهو صورت حلقه ولا اثنين دونك انا بديت صورت معهم الكوبي بيلوت تاع دوزيام سيزون وي ومن بعد قررت الانسحاب خاطر فما دي زيليمون في الميسيون يقلقهم محمد بن عمار كيبدا موجود يقلقهم الديكلاراسيون يقلق محمد بن عمار كل جمعه عمل بوليميك متقلقين عم كامل ونسمع فيه من نسمع فيه معناتها الكلام هذاك نسمع فيه دونك انا حاجه ما تقلقنيش اذا كان خرج من البرنامج هي مرحله وقررت انسحاب ماهوش معناتها من جانب عركه ولا مشكل لي قللت من الخدمه نتاعي ما عادش موجود ما عادش ديسپونبل ما عادش نهز التليفون بيسك ما فماش كونطرا والله ما خلصتش ما عندهم مفاهمات اخرى عندهم تعاملات اخرى الحقيقه مانيش فاهم شركه انتاج ولا شركه وهميه مانيش فاهم حتى شيء خليني نقول ما نحبش ندخل اكثر في التفاصيل خاطر ما خفيك انا اعرف ناس يستناو فيها اللحظه هذه على خاطر انا كي اليوم نخدم في ايميشن انا المهم من جانب الاحترام والقدر اللي عامل روحه منشط انت بارونتيز نورمالمون يكلمني نتقابلوا محمد عديت معنا سيزون امورنا باهيه انت خويا ما وملح بيناتنا تعاملات ولا واحد هز التليفون بروحي مع ناس جدد يزينا من البريمي حاب نوحي نخدم مع ناس في جديد معناتها ما نحبش نخدم مع ناس بريمي ضربته بكرسي ولا ضربته بطاوله ولا نو no. انا استغرب ما خلي هو يا بركه يعرف هو يعرف شنو الحكايه وعلاش دفعت على روحي فما جوش انسان ينجم يضرب مانيش نخدموا في معناتها في جبل ولا في ريف ولا بفهمت قاعدين نخدموا ترافاي مع بعضنا فما حاجات طلبت من تنحاو تنحاو الحقيقه بوغ ايتر اونيت محمد بن عمار يشبه المريم الدباخ فيزيكمون ساعه باش نحكي معك فيزيكمون مانيش كيف كيف انا فخان فزيت هي امراه وانا راجل دوزيامون مريم الدباخ كالشمعه ضويت سختها وقت وطفيت باه دونك انا ما نجمش نشبه مريم دباخ انا ولد الاعلام خادم روتانا خادم وسائل الاعلام في تونس قاري كوميونيكاسيون جورناليزم مانيش جاي من فراغ مانيش جاي من هواء انا اليوم كي نخرج للشارع الناس تحبني الناس تبوسني الناس تعنق فيا الناس تصور معايا مريم دباخ كي تخرج تاكل بونيا خاطر اذا كان ادي في شخصيه راي الشخصيه هذيك ظهرت للناس وتحرقت بون بوتيتر هكا جو سوي معناتها اكزاجيري شويه في ارائي في هكا معناتها في حاجات ممكن تشوكي الناس اما انا جو سوي كوم سا معناها انا محمد بن عمار جو سوي كوم سا جو سوي فيغ دو ليتر باش ناخذ هكاك معناتها جو سوي كوم جو سوي مانيش عامل شخصيه ولا ايماج ولا يكتبوا لي ولا نك والله جامي دلافي نطلع للوقت في التورناج وقف التورناج محمد راكي تقول فيه مخطر نقول
وخليه مخترع على روحه. وهذا رايي. قولوا لي راكي تقول فيه صحيح، فما شكون يقول لي راهو راك انت كي قلت تحب شكون يبشبش لي بمرتي، انا عامل صاحب المرتي برشا راهو. انا ملي خرجت من البرنامج رغم الاعلام اللي كلموني باش نكون ان طونك كرونيكور مشكورين نعطيهم الصحه اللي خموا فيا، ما همنيش مانيش جاي وحدي نقرر مع تجديد افيك اون ايكيب. دونك انا توا كيف اقترح علي ان طونك كرونيكور الحقيقه جي ريفوزي، خاطر حكايه ما نحبش تتعاود، انا نحب جديد وجيم بوكو لي ديفي. دونك انا اخترت باش يكون ان بروجي مزيان برشا، ايميسيون جديده في احسن قناه في تونس، خليني نقول في اقوى قناه في تونس. سوربريز مفاجاه كبيره برشا. اي مازالت مفاوضات الحقيقه، حتى كي سمعوا بالاميسيون حبوا ياخذوها برامج اخرى، ما انا اخترت باش تكون في قناه في مخي معناها، والحمد لله معناها كل شيء تياره، قاعدين نقدموا ديسي دو سمان نكونوا اونتين ان شاء الله ديسي موا دكتوبر. هذا تصريح دونك عندي انا وعد باش يكونوا واضح. دونك هذا محمد بن عمار، عندك رد على كلامه؟ بيان سور، ساعه يلزم حاجه تتوضح انه تم معناها الاستغناء على خدماته، مش هو قدم استقالته كما يحكي، خاطر عندنا معناها كل شيء، عندنا كيفاش بعثوا له وقالوا له رانا معناها وقعد يلحلح ديجا باش يرجع ويحب يقول راني كذا وشعفة وتوبة واعتذار ونعتذر على الكلام اللي هبطوا. على الكلام اللي هبطوا بعد وكل شيء. أنا على الكلام أنا اللي هبطوا في حقك انت وفلوسه بالنسبة لفلوسه معناها، حتى أنا حكيت شوية مع البرود وكل شيء، فلوسه موجودة في الميساج اللي بعثوه له، اللي قالوا له نهار الفلان فلاني باش تخلص راه وقعد لك مليون، وهو ديجا كان يخلص 50 دينار، فهمت معناها؟ ما عندوش حتى حاجة يحكي فيها بالنسبة. هو 50 دينار في الحلقة كان يخلص؟ ايه واضح بالرسمي؟ نحكي معك بالرسمي. انا شنو نقول لك؟ انا باش نجاوب مبلغ مش زهيد؟ ما جاوبتش عبيد. زهيد مبلغ هو قبل هكاك، هو قبل هو برك ولا كلهم 50؟ لا 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 لا، فما عبيد عندها مقام محترم وتخلص وجوها باهي دونك هو حاجته بالتلفزة معناتها، هو يحب يمد وجهه ويحب يعمل الحاجة تذوكم بالسيف داكوردو. أنا تو باش نجاوبه على حاجة برك اللي هي هبط في ستاتيو قال جاي من الريف للعاصمة. أنا بالنسبة لي شنو نقول له؟ يظهر لي جماعة الريف اللي يخلق هو في عنصرية ما بين الريف والمدينة وكل شيء، هي حسرة معناها سي مشيت على روح. وفم عبيد شرفاء في البلاد جاوبوه بطرق معناها عالمية. وانا وجعتك جاي من الريف من عنده هو لما تقالت في ذلك السياق؟ ليه خطر هو صغير ما يعرفش الكلام اللي يقوله. وبعد اللي بعث اعتذار للقناة توا لدارة الانتاج توا تهبط له حاجات الكل معناها باش يعرفوا الناس اللي هو قاعد معناها قاعد يبروت داكوردو. انا ما جاوبتش عبيد ما اقوى منه باش نجاوبه هو. دونك زايد يظهرلي واضح اتهمك معناتها معناتها نفذ رصيدك واللي ما تعرفش تنشط واللي ما يظهرلي واضح. يظهرلي واضح اللي انا نعرف النشط ما نعرفش النشط، هذيك حاجه ماهوش هو باش يجي يقولها لي. اليوم عامل معايا عام كامل، جاء وقت اللي خرجناه قال لي انت ما تعرفش تنشط، ثم ناس تتفرج وتعرف